الدولة وفتح فسح المجال لعودة اللاجئين. ومرة أخرى أود أن أشكر العسكريين الذين قاموا ببسالة وشجاعة بتنفيذ مهامهم، وأيضا خلال العمل الفعال الدبلوماسي فإن روسيا تعمل ضمن إطار عملية أستانا، وأيضا عن طريق بناء أو عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، وهذا يخلق أساس لتحديث سوريا بشكل شرعي مجرى انتخابات في سوريا بعدها تحت إشراف المنظمة الأمم المتحدة. وأيضا من الأهمية بمكان زيادة الجهود في المنظمة الدولية لتأمين المساعدات للسوريين، ونعمل على ذلك بشكل مكثف. هذا أمر هام بالنسبة لسوريا والمنطقة ككل وللكثير من البلدان في العالم، لأن ذلك في حال العمل بشكل فعال في هذا الاتجاه سيخفف ثقل اللجوء في أوروبا. الحلول الجماعية وفق الحوار، روسيا كانت تقترحه دائما بالنسبة للشبجات الكورية وعملت على ذلك مع الصين الشعبية من حيث خطة تطبيع الوضع. ومن الجيد أن هناك أفكار التطبيق، وبالنتيجة جرى حوار بين الشطري شبه الجزيرة، وهناك حديث حول النتائج. أيضا السيد ترامب دل بدلوه، وذلك سيؤدي إلى تطور الأوضاع إلى الأفضل. وهناك مثال، هناك أمور سلبية بالنسبة لتطبيق المعاهدات، ومثال على ذلك الخروج الولايات المتحدة فرديا من اتفاق إيران النووي، ولكن هذه الوثيقة تلعب الدور الأهم بالنسبة للنظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية. والمهمة الآن هي الحفاظ على هذه الاتفاقية الأساسية وإزالة خطر رفع التوتر في منطقة الشرق الأوسط. وهناك مخاطر تبقى في جنوب شرق أوكرانيا، والأسباب في ذلك هي ذاتها، وهي عدم احترام السلطات الأوكرانية الحالية التزامات التي أخذوها على عاتقهم وعدم عملهم على حل المشكلة. مرة تلو الأخرى هناك عدم احترام الاتفاقية من جانبهم، ولا يريدون إجراء حوار مع مواطنيهم. كل السيناريوهات يريدون تحقيقها بالقوة. ننطلق من أنه اتفاقة مينسك تبقى الأساس الواقعي لحل السياسي في أوكرانيا. أيها الزملاء الأعزاء، ما نقوم به في الساحة الدولية نقوم به ليس من أجل عظمة أو من أجل تحقيق مشكلة للآخرين. أكرر، الأهم هو تأمين الظروف لتنمية المستدامة لبلدنا. وفي السنوات القادمة لا يجب فقط أن تستقر في إطار الاقتصادات الخمسة الكبرى في العالم، بل أن ترفع المعايير الأساسية لمعيشة مواطنينا. ولتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية يجب علينا بكل قوة أن نستخدم قدراتنا السياسية الخارجية. يجب أن ننظم العمل من أجل نتائج محددة والخروج إلى أسواق جديدة وتوسيع الصادرات واستخدام التكنولوجيات والاستثمارات. ويجب أن نبعد الحواجز لعمل شركاتنا في الخارج. اليوم التنافس والانفتاح في التجارة الخارجية هناك حواجز لها، وهو الحمائية. وأيضا هناك أمور أيديولوجية وضغوط سياسية تقف حائلا أمام التطور الاقتصادي. التجارة وحريتها تصبح محطا لمصالح سياسية خارجية، وروسيا بالمقابل يجب أن تصبح مرنة اقتصاديا وعقلانية بهذا الشأن. وهنا من المهم تأمين فضاء للنجاح والأمن والاستقرار حول حدود روسيا. وبالنسبة لهذا الأمر فإن الاتحاد الأوراسي يساعد في نعمل معا للتواصل وبعمل فعال. ومبدأ العمل هو الاستفادة من التكامل للنمو لكل دول الاقتصاد في كل الدول المشاركة، ولكي يرتاح في هذا المجال المواطنين
ورجال الأعمال. ومن الضروري أيضا تطوير العلاقات والتواصل بين الاتحاد الأوراسي ومع دول أخرى مثل الفيتنام وإسرائيل، وأيضا هناك مشاورات مع الهند وسوريا في هذا الإطار. وهناك 50 اقتراح لبناء العلاقات الشراكة مع هذا الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وهناك آفاق واسعة للعمل مع الصين، والذي الاتحاد الأوراسي كان قد وقع اتفاقية على التعاون التجاري والاقتصادي مع هذه الدولة. وأيضا إن مبدأ الطريق الواحد والحزام الواحد هو يلعب دورا كبيرا في الشراكة في هذا الإطار، وإنما ويسمح لخلق تجارة حرة من دون أي عقبات. ومثل هذه الأعمال تساعد أيضا في بناء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوراسي. وخلال العقود الماضية لقد بنت شبكات التواصل والطاقة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوراسي كانت قد بنيت لفترة طويلة، وهدف هذا الاتحاد هو فقط اقتصادي وليس هناك أي خلفية سياسية. ومفتاح الأمن والاستقرار في أوروبا هو عبر التعاون وتوسيع التعاون وبناء الثقة، وليس بناء القواعد الجديدة بالقرب من الحدود الروسية للناتو، وهذا ما يجري في الوقت الحالي. ولقد اتخذت خطوات كبيرة التي توجه لتهديد روسيا، نحن سوف نتخذ الرد عليها. ونحن نرى أن ضم أوكرانيا وجورجيا إلى هذا الحلف سيمكن أن تؤدي إلى تداعيات لمثل هذه السياسة غير المسؤولة، ويجب العمل على جدول الأعمال الإيجابي. وخلال اللقاء مع الرئيس ترامب، ورغم خلاف وجهات النظر، فنحن نرى أن العلاقات غير مقبولة وهي أسوأ مما كانت عليه في فترة الحرب الباردة، ونرى أن المشاكل التي تراكمت لسنوات لا يمكن حلها في بعض الساعات، ولم يكن أحد يعول على ذلك. ورغم ذلك فأرى أن الطريق لهذا التحول الإيجابي لقد بدأ، كان اللقاء حسب رأيي بشكل عام ناجح، وسوف نرى كيف ستتطور الأحداث بالمستقبل. ورغم وجود قوة في الولايات المتحدة تحاول أن تقلل من نتائج هذا اللقاء، وأنتم تعرفون وأبتعد عن النص، أود أن أتحدث عن هذا الموضوع بنفسي. نحن نرى أن هناك في الولايات المتحدة قوى وبسهولة تحاول أن تضحي بالعلاقات الروسية الأمريكية لصالح منافساتها وفي الوضع السياسي الداخلي بالولايات المتحدة. فمثل هذه التضحية أيضا لرجال الأعمال والتي تخسر المليارات وأماكن العمل في الولايات المتحدة، والحديث يجري عن عشرات آلاف الأماكن، وممكن أن يصل إلى مئة آلاف الأماكن العمل. ويضحون أيضا بمصالح الدول في مناطق مختلفة، ولقد تحدثنا عن الأمن في منطقة الجولان في الحدود مع سوريا، فهذا يبدو أنه لا يهم أحد. فهم ألفت انتباهكم إلى أنه في عام 2021 ينتهي عمل معاهدة ستارت الجديدة. نعم يمكن أن نعم لقد ذهبنا لتعقد هذه المعاهدة، ولكن إذا اليوم لم نبدأ بالعمل لتمديد هذه المعاهدة فإنه بعد سنة ونصف سوف يتوقف العمل بها. Я вот когда говорил об этих
وأنا عندما تحدثت عن هذه القوى فهي لا تتلائم نهائيا في فلسفتنا السياسية نحن وإياكم، لأننا علمونا أن الناس الذين يعملون لمصلحة الدولة والمجتمع يجب أن يفكروا على المصالح الأساسية، ولكن في الولايات المتحدة نرى أن هناك قوة وعبر مصالحها الضيقة تضعها أمام المصالح العامة. ولكن كتب عنهم كتابنا وقال عنهم إنهم أشخاص مزريون، ولكنهم ليسوا كذلك في الحقيقة، بل بالعكس على ذلك، إنهم أقوياء، أقوياء جدا. اعذروني إن قلت إنهم يكذبون على ملايين من المواطنين الأمريكيين لديهم ويكذبون التاريخ، ولكنهم يستطيعون القيام بذلك. يقولون هذا ليس من أجل التهجم على أحد أو من أجل التحديث بشكل جيد عن أحدهم، ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الظروف في إطار عملنا المهني في الاتجاه الأمريكي. هذه حقائق نتصادم معها اليوم، ولكن مع ذلك روسيا مفاتيحة على انفتاح على العمل المشترك مع الولايات المتحدة على أساس متساوية. هذا ليس في مصلحة شعبنا فقط، بل في مصلحة العالم كله. إننا كدولة نووية عظمى نحمل مسؤولية كبيرة لتأمين الاستقرار العالمي والاستراتيجي. الزملاء الأعزاء، الآن كلمتين عن موضوع آخر تماما. الآن انتهى قريبا كأس العالم، لم يزرنا فقط رؤساء ومسؤولون من الدول، بل مئات الآلاف من المشجعين من كل دول العالم الذين رأوا روسيا الحقيقية المعاصرة والمحبة والصدوقة. وهذا نجاح باهر، وهذا خرق في الدبلوماسية العالمية والشعبية، وهذه نتيجة لعملكم ومشاركاتكم في التحضير لهذا الحدث العالمي. أريد أن أشكركم على ذلك. أيها الزملاء الأعزاء، الثقل على خارجيتنا وكافة قنصلياتنا لن يخف. هناك عمل كبير أمامنا ومسؤولية كبيرة على عاتق كل منكم. تستطيعون أن تكون واثقين تماما أن قيادة البلد كما سبق ستقوم بكل شيء لتأمين وزيادة تأهيل دبلوماسيين وتقوية سلامتهم، ولذلك هناك إجراءات وقرارات. إذن كان هذا جزء من كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقائه مع السفراء الروس وممثلي منظمات الدولية المختلفة. تحدث عن عدة موضوعات وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، وقال أن هناك أمور أيديولوجية تعوق نمو الاقتصاد العالمي، وتحدث أنه يجب أن يتم فتح أفق جديدة مرنة لتحقيق اقتصاد قوي مع أهمية توفير الأمن والاستقرار لروسيا وما يسمى بالاتحاد الأوراسي، وهو الاتحاد الذي يضم بيلاروسيا وقزاخستان وروسيا أيضا. محاولة أن يكون هذا الاتحاد الأوراسي كما قال الرئيس فلاديمير بوتين خطوة مهمة وقادمة نحو تحالف اقتصادي يسير على خطى الاتحاد الأوروبي، حيث تخطط كما قال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي إلى الاستمرار في محاولة وجود تكامل اقتصادي فيما بين هذه الدول المشاركة في الاتحاد الأوراسي، أيضا إزالة جميع الحدود الجمركية لهذه الدول في بعضها البعض. تحدث أيضا عن أهمية المشاركة مع الاتحاد الأوراسي وتفعيل الشراكة في دول معينة ومحبة لها شراكة كبيرة اقتصادية مثل فيتنام، الهند أيضا وسوريا، وقال إنه يجب أن يكون هناك شراكة حقيقية اقتصادية وتجارية مع الجانب الصيني وتفعيل طريق الحرير لهذه الدولة الكبيرة كما قال. تحدث على أنه لو تعرضت روسيا لأي تهديد نووي سوف ترد في الحال، وأيضا تحدث عن تداعيات قمته في هلسنكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال أنه رغم المعوقات تبقى العلاقات فيما بين الدولتين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في محاولة إلى الاتجاه نحو آفاق إيجابية وأيضا نحو التطور إلى المستقبل. قال بالرغم من هذه القمة في هلسنكي التي انتهت بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلا أن هناك
قوى تحاول أن تضرب العلاقات الروسية الأمريكية في عمق. أيضا عرج نحو اتفاق مينسك وقال أن هذا الاتفاق سوف يظل هو الأساس الواقعي لمحاولة حل الأزمة الأوكرانية. تحدث أيضا حول أهمية أن يتم العمل بنحو تمديد معاهدة ستارت الجديدة التي تعني بالناحية النووية. وأيضا في نفس الوقت تحدث الرئيس فلاديمير بوتين في هذا اللقاء حول أن الإرهاب في سوريا تم توجيه ضربة قوية إليه أيضا، وقال إن عملية أستانا وقمة سوتشي في روسيا هي الأساس نحو حل الأزمة السورية.